الإفطار جاءت بشراكة بين الجمعية الوطنية لقدماء المحاربين وقدماء العسكريين وجمعية قلوب من ذهب للأعمال الاجتماعية. نحمد الله سبحانه وتعالى الذي سخرنا لمثل هذه الأعمال، ولنا شرف خدمة الصائم خاصة عابر السبيل، اقتداء بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لم ينقصه من أجره شيئا. كما نسأل الله سبحانه وتعالى لكل من ساهم من قريب أو من بعيد ماديا أو معنويا أن يجزيه الله أحسن الجزاء. وكما نشكر الطاقم الإعلامي جديد أنفه على هذه التغطية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إحياء للعادة الحسنة وإرساء لقيم المواطنة الحقة وتجسيدا للكرم وأعمال الخير المتأصلة في إقليم الرشيدية، نظمت مائدة الرحمن بمشاركة مع جمعية قلوب من ذهب للأعمال الاجتماعية والتنمية وتبادل الثقافات، وكذلك جمعية قدماء المحاربين وقدماء العسكريين. نحاول قدر الإمكان يعني توفير جو الإفطار عائلي لعابر سبيل. وبهذه المناسبة نشكر كل من المساهمين وكذلك المتطوعين والأطر الجمعوية الساهرة على هذه المبادرة، دون نسيان الدور الإعلامي الذي تلعبه جريدة جديد أنفو من أجل التعريف بكل ما هو إحساني جمعوي وكذلك عملي بمنطقة جهة درعة فيلالت. نحن شباب متطوعين نساعد في عملية إفطار صائم وعابر السبيل التي نظمت من طرف جمعية قدماء المحاربين وقدماء العسكريين وجمعية قلوب من ذهب، ويكمن دورنا في التنظيم وتوزيع الطعام.